ألف زرزة وشرزة معي أنا لقمان ديري. هكذا حدثنا هردبشت. وينك راس السنة؟ ويعود السؤال، وينك راس السنة؟ وتبدأ الترتيبات للسهرات، كل شلة عاملة سهرة، وغالبية هذه السهرات تحضر بتكتم شديد. فإذا سألت أحدهم أين سيسهر رأس السنة وأجابك مغمغما بأنه لا يعرف أو أنه كئيب السنة ولن يسهر، فاعرف أنه مدعو إلى سهرة سرية لن تنفك أسرارها إلا بعد تجاوز العام القديم، أي بعد انتهاء السهرة. أما أسباب السرية التي تحاط بها السهرات فذلك لقردفة بعض غير المرغوب فيهم، وما أكثر غير المرغوب فيهم في حياتنا، ما أكثر الذين لن تتم دعوتهم إلى السهرة هذا العام، ما أكثر التغيرات الاستراتيجية في علاقاتنا، فتجد من لم يكن معك في السهرة العام الذي مضى وتفتقد من كان معك سهيرا لأعوام. هذه هي أحوال رأس السنة كل عام، لكن ما كل سهرة متعوب عليها ستنجح، فالفشل دائما ما يكون حليف السهرات التي بذل معدوها جهدا في تحضيرها. وأسباب الفشل حدث ولا حرج، أهمها أن يكون القاسم المشترك الأعظم للسهيرة هو المصلحة، المنفعة، الجدوى الاقتصادية، الجدوى الاجتماعية. أما السهرات الناجحة فهي عادة تتكون من شرذمة من المنبوذين الذين لم يوجه لهم محيطهم أي دعوة. فيجتمع المنبوذون بصدفة إلهية ليشكلوا فريقا سعيدا يدخل إلى العام الجديد بفرح أكيد. وكم من المرات تفرطعت السهرات المدروسة في منتصفها واشتغلت التليفونات للبحث عن سهرة أخرى أكثر جمالا وصدقا وبهاء، فترى المدعوون ينصرفون متذرعين بالأولاد تارة وبالتعب تارة أخرى ليلتقوا بالصدفة في سهرة أخرى، فيتصافحون خجلين، والله إن لحنا نمرق شوي لهون قبل ما نروح للبيت، صرعونا وإننا عم يدقولنا، وهكذا عاما وراء عام. وين سهران؟ بمحل عام، بمحل خاص، بين الأهل، تحت الدلف، بمحاذاة المزراب، مع رفقات الهاي، هاي كيفك، شو أخبارك، كل عام وانت بخير، شو وين سهراني هذا العام، والله مع أهلي مثل العادة، وانت، أنا كمان مع أهلي مثل العادة، هاي هاي، شو شايفتك هون، مو على أساس سهران مع أهلك، مزبوط، وانت كمان مو على أساس مع أهلك، أهلي سافروا لبلاد الألمان بدهم يسهروا ببافاريا، وأنا عندي شغل بالشام، وأنت وينهم أهلك؟ والله قرروا يسهروا بالضيعة وأنا ضليت بالشام، عنا شغل تاني يوم. على كل حال رب صدفة خير من ألف ميعاد، كل عام وأنت بخير وأنت بألف خير، بندور بندور ومنلتقي هون، كل عام ومنلتقي هون، كل عام بعتذر منك عن السهرة وآخر شي بسهر معك، كل عام هيك الحال، يلا باي، تأخرت صارت 6 الصبح، إلى اللقاء في العام القادم، باي، إلى اللقاء. هكذا حدثنا هردبشت. كنتوا عم تسمعوا لقمان ديركي بألف سردة وسردة عهوى راديو سوريالي.